المسماري يؤكد أن تمويل قطر للإرهاب في ليبيا كان يتم من خلال دعم المسلحين. كوريا الشمالية تؤكد نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات. ثانية ظهرا من اون لايف، اهلا ومرحبا بكم. يبحث اليوم الاربعاء في القاهرة وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات والبحرين الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وسوف يتم خلال الاجتماع ايضا تبادل الرؤى والتقييم بشان الاتصالات الدولية والاقليمية القائمة في هذا الشأن. كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء بيانا مشتركا أكدوا فيه تسلمهم الرد القطري على مطالبهم عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية. وقالت الدول العربية الأربع التي كان رؤساء أجهزة مخابراتها قد عقدوا اجتماعا بالقاهرة، قالوا إنه سيتم الرد على الرد القطري في الوقت المناسب. للمزيد من الأضواء حول الاجتماع واجتماع وزراء خارجية العرب تنضم إلينا الآن على الهواء مباشرة كريستين رياض. كريستين، يعني أهلا بك، ويعني بدء اجتماع وزراء خارجية العرب الأربع، المزيد لديك. نعم، منذ قليل بدأ بالفعل الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية الدول الأربعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر في قصر التحرير، خاصة بعد الدعوة التي يعني أو بناء على الدعوة لوزير الخارجية المصرية الدكتور سامح شكري في بحث ومناقشة رد الدوحة على مقاطعة أو المقاطعة والمطالب 13 المقدمة من الدول المقاطعة يعني الفترة الأخيرة بعد تسلمها من دولة الكويت الدولة الوسيط. من المفترض أن يتم مناقشة هذا الرد خلال هذا الاجتماع، ومن بعد ذلك من المفترض أن يقام مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج هذا الاجتماع المنعقد الآن بقصر التحرير. شهر قد مر بالفعل على المقاطعة، وطبعا سواء كان مقاطعة الدبلوماسية أو أيضا الشروط أو يعني العقوبات الاقتصادية المقامة على الدوحة وقطر ب يعني دعمها للإرهاب، وهذا كان السبب الرئيسي والأساسي من ضمن 13 مطلب وشرط آخر لإعادة العلاقات ما بين الدول المقاطعة وقطر، من ضمنها طبعا غلق قناة الجزيرة وإنهاء التعاملات مع المنظمات الإرهابية، وطبعا تخفيف العلاقات الدبلوماسية مع إيران. بعد هذه المطالب تم استلام رد قطر من قبل الكويت الدولة الوسيط، وستناقش هذه الردود في الساعات القليلة. طيب كريستين، سوف نعلم لم تكن هناك أي أنباء حول مدة هذا الاجتماع أو ميعاد انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الاجتماع؟ يعني حسب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصري قد أعلن أن سوف يكون هناك اجتماع مغلق ما بين وزراء الخارجية الأربعة في البداية، من ثم هناك اجتماع موسع قليلا مع الوفود الدبلوماسية للدول الأربعة، من بعد ذلك سيكون هناك فقرة أو فترة غداء، ومن بعد الغداء سيكون هناك إذا ما تم الانتهاء من المناقشات الخاصة والنتائج الخاصة لرد الدول الأربعة لإعادة العلاقات أو لا، سوف يكون هناك مؤتمر صحفي بعدها مباشرة. نعم، سنتابع بالطبع معك كريستين رياض مراسلة أون لايف حول جدول اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذي بدأ منذ قليل. شكرا لك.
في القاهرة أيضا أكد العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش العربي الليبي أن تمويل قطر للإرهاب كان يتم من خلال دعم المسلحين بالأسلحة والذخائر. التعاون الإرهابي مع قطر أو الإمداد القطري كان يأتي عن طريق عدة أساليب. الأسلوب الأول كان بالنقل البري من خلال شراء أسلحة وذخائر من السودان وتباع لقطر، وقطر تقوم بإرسالها إلى ليبيا عن طريق البر، عن طريق الحدود البرية الليبية السودانية، أو عن طريق النقل بالطائرات القطرية. كذلك الخط الثاني وهو مباشر من قطر إلى مطار معتيقة ومطار جفرة سابقا الآن تحت السيطرة ومطار معتيقة. طبعا الكثير والكثير لدينا فيما يخص قطر من خلال الدعم المباشر للجماعات الإرهابية. وجدنا كاميرات في مواقع للإرهابيين في بنغازي بعد تقدم القوات المسلحة. هذه الكاميرات حسب الأعراف الدولية لا تباع إلا لدولة أو وزارة الدفاع على أقل مستوى. مدايات تصل إلى 7 كيلومتر، كاميرات ملونة ممكن تركيبها حتى على الطائرات العمودية، تركيبها على القطع البحرية. قطر جعلت ليبيا مسرحا للجريمة، ارتكبت جرائم جسيمة ضد الإنسانية في ليبيا، دعمت عناصر إرهابية، دعمت. وقال العقيد أحمد المسماري إن قطر تساند أشخاص بعينهم في ليبيا يقومون بدعم الإرهابيين، من بينهم علي الصلابي وهو أحد الممولين لجماعة الإخوان وميليشيا فجر ليبيا. مثلا نأخذ الآن التدخل القطري في ليبيا وتسلسل التدخل القطري في ليبيا من خلال رسومات أعديناها ومن خلال أسماء بدون أي مواربة وبدون أي. هذه قطر، قطر عندها عدة خطوط للإمداد في ليبيا تمد في علي الصلابي وهو متواجد في قطر ويمتلك قناة ليبيا الأحرار. هذا الشخص وهو علي الصلابي يقوم بمد جماعة الأخوان المسلمين وبمد فجر ليبيا، ويقوم كذلك هذه جماعة الأخوان المسلمين. هذا نزار كعوان أحد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين وكان ناطق رسمي باسم الجماعة. لدينا فيديوهات الآن سنعرض أسماء وبعد ذلك نعرض فيديوهات لكل ما نقول الآن. في منطقة كذلك هذا إسماعيل الصلابي وهو قائد تنظيم القاعدة في بنغازي وهو الابن المدلل لقطر، وكل الشحنات الأسلحة التي تأتي إسماعيل الصلابي تبعث لأخيه وهو إسماعيل الصلابي. كما ناشد العقيد أحمد المسماري باقي الدول العربية بالانضمام إلى الدول المقاطعة لقطر. المعركة مستمرة بالنسبة لنا ضد الإرهاب، ضد قطر على الأرض. نحن حققنا نجاحنا، ولكن نتمنى من الدول التي فرضت أن يلتحق بقية الدول بالدول التي فرضت العقوبات على قطر لتكون الموضوع أشمل وكل الموضوع عربي. وأنا لازلت أدعو قطر، لازلت عندها ساعات تقريبا، أدعوها للعودة إلى حضن العرب أفضل بكثير من حضن الغريب. حضن أخيك أفضل من حضن الغريب، وبالتالي ندعوهم إلى لغة العقل، وأن لا يعتبروا ما حدث في ليبيا مكاسب، ولا يعتبروا ما حدث في مصر من تفجيرات مكاسب، ولا يعتبروا ما حدث في سوريا مكاسب، بل هو دمار وخراب يجب أن يعتذروا عليه ويعوضوا هذه الشعوب التعويض العادل. أدعوهم في هذه الساعات المتبقية للعودة إلى لغة العقل. فقد كان في بنغازي الزهاوي يخطب للشعب الليبي ويهددهم بالإرهاب بالقوة بالمدافع. اليوم انتهت كل قواته في بنغازي، وبالتالي سيكون كذلك مصير قطر مثل مصير هؤلاء، إذ لم تعود لرشدها فيما تبقى من الساعات القادمة. نعت القوات المسلحة شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بمحطة تحصيل الرسوم بالعياط في محافظة الجيزة والتابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق على الطريق الإقليمي الدولي. وأوضح المتحدث العسكري في بيان له أن شهداء 2 من الضباط المتقاعدين وجندية. وأكد المتحدث أنه جاري تمشيط المنطقة للبحث عن منفذ الحادث الأثيم.
وكان مصدر أمني قد صرح في وقت سابق أن الهجوم الإرهابي بالعياط نفذه مجهولون وبحوزتهم أسلحة نارية وآلية، مشيرا إلى أنهم هاجموا قوات الأمن بمحطة تحصيل الرسوم وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة ثم فروا هاربين. هذا وقد انتقلت على الفور إلى محل الواقعة قيادات مديرية أمن الجيزة، وتم نشر عدة أكمنة وتنفيذ حملة مداهمات على الطريق الإقليمي في محاولة لضبط الجناة. مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة لمياء حمدين مراسلة أون لايف. لمياء، لديك المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث؟ مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل أتحدث إليكم الآن من أمام نقطة تحصيل رسوم العياط، حيث تمت مهاجمتها من قبل عدد من الملثمين، أو بالأحرى هم إرهابيين هاجموا النقطة. عددهم 2 من الضباط و2 عساكر عزل من السلاح لأنها نقطة تحصيل رسوم ليست أمنية، وتم تصفية 3 من أفرادها، فقط نجا عسكري واحد فقط، وتم نقل الجسامين إلى مستشفى المعادي العسكري. وعلى الفور انتقلت قيادات أمنية من مديرية أمن الجيزة على رأسهم مدير أمن الجيزة، أيضا من الأمن الوطني والمخابرات العامة وغيرها من القيادات الأمنية. انتشرت على طريق العياط عدد كبير من الكمائن لملاحقة الفارين والهاربين وجاري التحري والبحث عنهم. طيب لمياء، لم ترد إليك أي تفاصيل أو أي نتائج للدفع بهذه العمليات، عمليات المداهمة للبحث عن الجناة؟ هل هناك أي أدلة أو أي تفاصيل قد تشير إلى من قاموا بهذه العملية؟ حتى الآن لم تظهر لنا أي بيانات جديدة أو معلومات جديدة. المكان خالي كما ترين المشهد من ورائي. الهجوم حدث في 3 من فجر اليوم وكان بمنتهى السرعة. القيادات الأمنية تعمل على قدم وساق لملاحقة المجرمين والهاربين، ولكن حتى الآن لم تصلنا أي معلومات جديدة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك لمياء حمدين مراسلة أونلايف، كنت معنا من مكان حادث كمين العياط. شكرا جزيلا. تحت غطاء الأعمال الخيرية، انطلقت قطر بجمعياتها الخيرية في البلدان العربية تمارس انتهاكات بحق الشعوب بدلا من إغاثاتها. إحدى المنظمات غير الحكومية الخليجية الرائدة تكرس جهودها لتنفيذ برامج إنسانية وإنمائية تهدف إلى محاربة الفقر حول العالم، هكذا تعرف مؤسسة قطر الخيرية نفسها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. لكن خارج موقعها الإلكتروني، تعد مؤسسة قطر الخيرية إحدى أذرع النظام القطري المتواجد في المنطقة العربية منذ تأسيسها كمنظمة غير حكومية في عام 1992، وباستغلال هدف نبيل كتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وإغاثة المنكوبين في حالات الطوارئ، انطلقت المؤسسة تدعم المتطرفين وتنفق عليهم سخاء. ووفقا للتقرير الصادر عن الدول العربية التي صنفت المنظمة كمنظمة إرهابية، فإن جمعية قطر الخيرية حولت مبالغ مالية كبيرة لحسابات جمعيات ومنظمات على ارتباط بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وبالأخص في اليمن. وبدلا من علاج المدنيين والمنكوبين في اليمن، نقلت المنظمة ما يزيد عن 500 عنصر من عناصر القاعدة بتكلفة تزيد عن $1,000,000 تحت غطاء علاج جرحى الحرب، فيما تورطت جمعية قطر الخيرية بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في اليمن بأكثر من $500,000,000. وفي الشمال، حيث بلاد الشام، ظهر شعار المنظمة التي يتبرع لأجلها خيروا العالم على بعض صناديق الغذاء المستخدمة من قبل عناصر تنظيم داعش.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة بنغازي عاطف الحسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار. سيد عاطف أهلا بك معنا. إذا نظرنا لاجتماع وزراء خارجية العرب وربطناه بطبعا الأزمة الليبية، وهناك طبعا أدلة تؤكد أن قطر كان داعما للجماعات الإرهابية في ليبيا، كيف تنظر لهذا الاجتماع وكيف تنظر للأزمة برمتها بما ينعكس على الصالح الليبي؟ هل هناك أي أمل في أن تتراجع قطر عن الدفع بجماعات إرهابية وتمويل هذه الجماعات في ليبيا؟ مساء الخير. هو في العموم تدخل قطر، دولة قطر في الشأن الليبي كان عبر مقاومة أو نية المجتمع الدولي في التخلص من نظام القذافي في 2011، ولكن النوايا الأخرى خرجت بعد انتصار الثورة في ذلك الوقت، كانت نوايا إقليمية عبرت عنها قطر في أكثر من فرصة في دعم مجموعات معينة بعينها ترى بأنها مشروع إقليمي في الإسلام السياسي، عبر دعمهم بالأموال سياسيا والدعم الدولي. وبالتالي تدخل قطر في الشأن الليبي كان واضحا من منتصف عام 2011 حتى وصل إلى دعم الشخصيات بعينها لتأسيس أحزاب دخلت بها انتخابات المؤتمر الوطني العام وأصبحت لها علاقة وطيدة مع دولة قطر، وبالتالي رأت بأن قد تكون الذراع السياسي في ليبيا والتدخل في شأنها الداخلي. نعم. طيب سيد عاطف، يعني هناك أدلة طبعا تحدث عنها المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري عن مساندة قطر لشخصيات بعينها على رأسهم علي الصلابي في المتواجد الآن في طبعا قطر، وهو داعم لميليشيا فجر ليبيا. ما المنتظر تحديدا بتسليم أو بالبند المختص بتسليم الشخصيات الموجودة على قائمة الجماعات الإرهابية؟ أن تقوم قطر بتسليمهم للبلاد الخاصة أو بموطنهم الأصلي؟ هو بصراحة الدولة الليبية كانت في أكثر من فرصة دعت قطر في أكثر من مناسبة بالتخلي عن هذه الشخصيات وتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وخاصة في الانتخابات ودعم جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الليبية المقاتلة في تنصيبهم في أكثر من مراكز حكومية ومراكز سياسية. ولكن يبدو بأن هناك تطابق في رؤى وتطلعات المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول التي قاطعت قطر، والتي من ضمنها ليبيا على الأقل في الشرق الليبي في برقة، بأن يجب على قطر يعني إظهار النية الحسنة على الأقل بعدم التعاون مع هؤلاء الأشخاص على رأسهم السيد علي الصلابي وغيرها، ولكن تسليمهم إلى البلد الأم لم يأتي الطلب الليبي بعد تسليمهم إلى ليبيا، ولكن لازالت الدبلوماسية الليبية عازمة على المضي قدما في جعل قدم قطر بعدم تدخل في الشأن الليبي، وربما ستمارس ضغوطا على الدول الأخرى التي تقاطع قطر. نعم. في هذا الاتجاه. نعم بالطبع سوف نتابع ما سيسفر عنه الاجتماع، اجتماع وزراء خارجية العرب حول الأزمة القطرية. كنت معنا عاطف الحسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار، كنت معنا هاتفيا من بنغازي، شكرا لك. اعتادت قطر منذ سنوات طويلة على دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في منطقة الشرق الأوسط من أجل إثارة الفوضى في دول الجوار، وذلك لخدمة مصالحها ومصالح شركائها الاستراتيجيين في المنطقة كإيران وتركيا. إجراءات عديدة اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية المقاطعة لقطر لوقف دعمها للإرهاب، وتطورت تلك الإجراءات لتصل إلى حد الملاحقة الدولية للعناصر الإرهابية المدعومة من قطر والتي أدرجت على قوائم الإرهابيين التي أعدت من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين. الملاحقات القانونية للكيانات الإرهابية من المقرر أن تتحقق عن طريق ثلاث قنوات دولية، وهي المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وجهاز الانتربول الدولي ومجلس الأمن. ومن أوائل الدول التي تحركت قضائيا ضد قطر كانت ليبيا،
والتي طالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي حيال التدخل القطري السافر في الشؤون الليبية والمتمثل في خرق السيادة وتمويل جماعات متشددة من بينها ميليشيا مجلس شورى مجاهدي درنا ومجلس شورى ثوار بني غازي وسرايا الدفاع عن بني غازي التابعة لتنظيم القاعدة. ليبيا أكدت أن قطر تعد في مقدمة الدول التي تذكي النزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف. جهاز الانتربول الدولي هو أحد الجهات التي يمكن الاعتماد عليها قانونا لملاحقة المتورطين في دعم الإرهاب، حيث جدد الانتربول نشراته الحمراء ووضع عليها أسماء المذكورين في لائحة الإرهاب التي أعدتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين. مصر من جانبها لم تترك الإجراءات والقنوات الدولية لوقف الدعم القطري للإرهاب وملاحقة العناصر التي تأويها، فجاء تحرك مصر صوب مجلس الأمن حيث حذر مندوب مصر في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا من تدفق الإرهابيين الأجانب من مناطق الصراع وإعادة توطينهم في مناطق أخرى. مصر طالبت الدول الأعضاء بأن يلتزموا بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية. أن دولة قطر قامت بسداد ما يقارب مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم. الإجراءات التي اتخذتها كل من مصر وعدد من الدول العربية ربما تؤتي ثمارها من خلال الملاحقات القانونية للدول والهيئات والأشخاص الداعمين للإرهاب من خلال قنوات دولية رسمية تحظى بدعم عالمي غير محدود. المزيد من الأضواء ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. سيد مبارك أهلا بك معنا، يعني اجتماع رباعي اليوم في القاهرة لبحث الرد على الرد القطري، هناك المؤشرات التي تقول أن قطر لن تتخذ موقف إيجابي تجاه طبعا المطالب التي طالبت بها الدول الأربع. ماذا تتوقع الرياض من اجتماع القاهرة تحديدا اليوم، وهل ستكون هناك مؤشرات إيجابية بالفعل من الجانب القطري؟ مساء الخير لك اختي ولكافه الاخوه المشاهدين. حقيقه ان الترقب المشوب بعدم التفاؤل كان هو عنوان المشهد والمسيطر على المشهد السياسي منذ مهله 48 ساعه، والرد القطري يبدو انه معلوما منذ البدايه بانه سيعتمد المراوغه وهو الاسلوب الايراني المتبع غالبا في المفاوضات، لكن مؤكد أن الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب ستؤكد على وجوب تنفيذ حزمة المطالب كاملة. مؤكد أن قطر ستسعى إلى الإقناع القوى الدولية لاستثناء كثير من المطالب والتركيز على مطلبين أو ثلاثة لحفظ ما تسميه قطر كذبا بالزيادة، وفي الحقيقة حزمة مطالب حقيقية من شأنها تهذيب قطر وإعادتها إلى المسار. نعم، إذن المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع لقطر هي أهداف الدول الأربع لتقوم قطر بالعودة مرة أخرى إلى مجلس التعاون الخليجي أو إلى أحضان الدول العربية. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا لك. شاهدين فصل قصير ونعود باستكمال هذه النشرة، تكرموا بالبقاء معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. في الأسكندرية شيع الآلاف من المواطنين جثمان المقدم تامر محمد لطفي شاهين الذي كان قد استشهد إثر عملية إرهابية في العريش. كان المقدم تامر محمد لطفي قد استشهد إثر قيام إرهابيين بتفجير عبوة ناسفة بإحدى مدرعات الأمن المركزي. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا على الهواء مباشرة من الأسكندرية مراسلة أونلايف دينا حوادق. دينا المزيد معك. أهلا شيماء، بالفعل يعني حالة من الحزن بتعم على محافظة الأسكندرية حدادا على روح
الفقيد الشهيد المقدم تامر محمد لطفي، شهيد الذي استشهد أمس بالعريش إثر حادث إرهابي من خلال انفجار عبوة ناسفة أسفر عنها مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 11 آخرين. اليوم تواجدنا في الإسكندرية كان من الصباح الباكر لمتابعة تشييع الجثمان من محافظة الإسكندرية، تحديدا من مسجد سيدي جابر. تم تشييع الجثمان في الساعة 11 بعد صلاة الظهر بحضور عدد كبير من قيادات القوات المسلحة وعدد كبير من قيادات رجال الشرطة وأيضا من أسرته بالتأكيد والأقارب والأصحاب. بعد ذلك توجه الجثمان لتوجهه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالنصرية بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية. هذا عن يعني تشييع الجثمان وتوجه الجثمان إلى مثواه الأخير. أما عن يعني تقديم العزاء لأسرة الشهيد، بالطبع حالة من الحزن دينا، طبعا تمتاب شوارع الإسكندرية. شكرا جزيلا لك مراسلة أونلاين دينا حويدق. إذا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.